وفي وقت سابق حدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو 12 شرطا للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، وجاءت هذه المطالب ضمن استراتيجية جديدة لواشنطن تجاه إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وهي إفصاح إيران عن كامل الأبعاد العسكرية لنظامها النووي والسماح لوكالة الطاقة الذرية بتفتيشه بشكل مستمر، كما أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم والتخلي عن محاولات معالجة البلوتونيوم وأغلاق مفاعل الماء الثقيل، إضافة لوضع حد لانتشار الصواريخ الباليستية وإطلاق الصواريخ التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية. كما أضاف بومبيو أن على إيران إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين وكل مواطني الدول الحليفة، مشددا على أن إيران وقف دعم المجموعات الإرهابية في الشرق الأوسط مثل حزب الله والميليشيات الحوثية والدفع نحو حل سياسي في اليمن. ونوه وزير الخارجية الأمريكي إلى ضرورة أن تحترم إيران الحكومة العراقية وأن تسمح بنزع سلاح الميليشيات الطائفية، وأشار بومبيو إلى ضرورة أن تسحب إيران كل القوات والميليشيات التي تخضع لها من سوريا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيقاف دعم طالبان وإيواء عناصر القاعدة وإيقاف دعم فيلق القدس شركائه من الإرهابيين. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن توقف إيران سلوكها الذي يهدد جيرانها وكثير منهم حلفاء للولايات المتحدة.